الاقليم على التحكيم، التحكيم في تونس قاعد يتحرك هنا نقول لك نحو الافضل، الاجتماعات والمحاضرات وكل شيء توا في حويجه جديده فرع القروان اش عمل؟ تثبت جبدنا على الحكام التليفونات كل شيء فرع القروان برئاسه السيد خالد هذا بالجيمه فرع التحكيم في القروان وداديه حكام كل فرع الوداديه يعطيك الصحه بالقيروان بعثوا موقع الكتروني حتى الناس اللي تحب الاخبار وكذا يدخلوا لك الموقع هذاك ويعرفوا يقولوا هذا العمل الصحيح هذه السكه الصحيحه كان الناس كل تعمل لك تو تولي التحكيم هكا جزء لا يتجزأ من كل جمعيات. شكرا لك مصطفى. معناتها يزي مازال يكمل.